فرج عامر بيقول الاهلي خسر بخماسيه في البطوله الافريقيه لانه معتاد الفوز على مصر بمساعده الحكام. للاسف الشديد ان يخرج مثل هذا الكلام من رئيس نادي محترم زي الاستاذ او المهندس محمد فرج عامر. معلش انا عارف ومقدر ان الهدف في هذه الدقائق بيبقى صعب جدا جدا جدا، ولكن انا عايزك تتفرج على ملعب الاهلي وتتفرج على الفيديو اللي احنا جبناه عشان تعرف ان الهدف جه في الدقيقه او في الوقت المظبوط. لكن الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انا شايف ان هو ليس له غرض الا اثاره الجمهور فقط. انا مقدر الحقيقه الزعل، لان الفريق النادي سموحه في موقف صعب جدا جدا جدا، ربنا في المركز ال 15. فمعلش يعني انا عارف ومقدر جدا 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 التعب اللي عند حضرتك، ولكن بتفرج على ملعب الاهلي وشوف الفيديو اللي عملناه في اول دقيقه بعد المباراه مباشره وجبناه علشان تعرف ان اللي حصل النهارده ده قد تكون هناك اخطاء. اذا كان هناك اخطاء فقد تكون من الجهاز الفني لنادي سموحه، ولكن وجود الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن الحقيقه يشفع اي شيء. فمن فضل حضرتك يا باشمهندس محمد، الراجل ده راجل محترم جدا ورئيس نادي محترم، من فضل حضرتك اتفرج على الفيديو علشان تعرف الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام غلط وغير مظبوط اطلاقا. ده الكلام اللي انا اقدر اقوله دلوقتي الحقيقه في هذا الموضوع.